أيها الأعزاء، الأشواط متواصلة والكلمة والمايك تتجول ما بين الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل. نتواصل مع تواصل هذه الأشواط المتتالية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ثاني أشواط هذا اليوم وثاني انطلاقاتنا في هذه الفترة الصباحية. يتواصل هذا العطاء وهذه الأشواط المستمرة، وهذا الشوط هو أول أشواط اللقاية القعدان من مسافة 5 كيلومتر، وفي أول أيام اللقاية القعدان مشاهدينا ومتابعينا الكرام. على كل حال، نتعرف وإياكم مع مقدمة هذا الشوط ومع من يحتل المركز الأول، مرعوش، تعود ملكية مرعوش لعلي بن فهيد العفر المري، من يحتل المركز الأول ويسيطر على هنا التغيير مشاهدين الكرام مع طويق مع المركز الأول. طويق تعود ملكيته لناصر بن سعود الشافي، هذا هو طويق مشاهدين الكرام، من يسيطر على مقدمة الشوط. طويق تعود ملكيته كما ذكرنا لناصر بن سعود الشافي، هو من يسيطر على مقدمة هذا الشوط. أيضا هذا شعار حربة، وأيضا شعار جمرة، وشعار أيضا التهاب. الله، نتابع المركز الثاني. المركز الثاني يصل أو يصل هنا النايف عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، من يتواجد على مستوى المركز الثاني، وعلى المركز الثاني أو الثالث مياس عبد الله بن خالد بن راشد بن مثيب، من يتواجد على المركز الخامس مشاهدينا الكرام. المركز الثالث، ولكن هنا التغيير من براق محمد بن سعيد الدهن. الله، هذا مشاهدينا الكرام، هذا شعار بليهان مشاهدينا الكرام، يتواجد معنا في أول أشواط هذه الفترة الصباحية وفي أول أشواط اللقاية القعدان. يا سلام يا سلام، هذا شعار بليهان، ولكن مشاهدينا الكرام أيضا شعار الشبل أيضا يتواجد كذلك أيضا للسيد محمد بن سعيد الدهن المري، ولكن هنا على ظهر براق، ولكن هنا في المركز الرابع يتواجد أيضا كذلك. نذكر بأن شعار منحاف صاحبة السيارة في ليلة البارحة، ولكن هنا أو أمس، نعم، هنا في المركز الخامس يصل هنا قناط قناد تعود ملكيته لفران بن محمد بن قريع المري مع قناد على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس يتواجد هنا مشاهدينا الكرام أسمر لعيسى بن مطر بن عيسى الفلاح. يا سلام يا سلام، نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الكرام. نايف عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع انطلاقة نايف، مع تصدر نايف. يا سلام يا سلام، هذا هو نايف، ولايف أيضا على الهواء مباشرة. يا سلام، نايف تعود ملكيته لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهنا في المركز الثاني يصل هنا طويق لناصر بن سعود الشافي، من يتواجد على ثاني المراكز ومن يتواجد على صدارة هذا الشوط. بينما هنا في المركز الثالث يتواجد براق محمد بن سعيد الدهن المري، كذلك يبيل متابعة دقيقة، هو صاحب درع ليلة البارحة في سن الحقايق القعدان، ولكن هنا في المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام يصل شعار فران بن محمد بن قريع المري مع قنات، وهنا في المركز الخامس يصل اسمر لعيسى بن مطر بن عيسى الفلاح. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الصدارة. نايف مع المركز الأول، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع انطلاقة نايف، مع تصدر نايف، ولكن هنا طويق على المركز الثاني يتابع الموقف، طويق لناصر بن سعود الشافي. يا سلام، الله الله الله، وهنا في المركز الثالث يصل ويتسلل براق محمد بن سعيد الدهن المري، وهنا في المركز الرابع يتسلل في هذه اللحظات وينتقل بدوره إلى المركز الثاني، يصل أسمر عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، وفي المركز الرابع
أو المركز الثالث في هذه اللحظات. يصل بركان سالم بن راشد بن غدير الكتبي في أول نداء له في هذه اللحظات. نتابع ندائنا ونكمل ندائنا الثالث مشاهدين الكرام. يصل هنا في المركز الخامس ويتسلل أيها الإخوة جراح عبد الله بن علي بن نافع الكتبي. من يصل على المركز الخامس؟ هذا هو ندائنا الثالث مشاهدين الكرام. 1200 على النهاية. نايف 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 مع المركز الأول، نايف مع صدارة هذا الانطلاق، نايف مع المقدمة، نايف مع الناموس. يا سلام، يطمح للأعلى والأقوى مشاهدين الكرام مع شعار عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا مع مقدمة هذا الشوط. ولكن هنا أيضا يتواجد عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي مع أسمر. أسمر 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 يا سلام، أسمر مشاهدينا الكرام، أسمر أسمر يتواجد ويواصل مساره على المركز الثاني. يا سلام، وهنا في المركز الثالث يصل ويتسلل بركان سالم بن راشد بن غدير الكتبي. من يتواجد على المركز الثالث؟ هنا نايف مع المقدمة، وهنا على المركز الثاني أسمر، وعلى المركز الثالث أيضا يصل بركان. بركان بركان على المركز الثالث، ولكن الله، أسمر 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 يتحرك يتحرك أسمر. بركان على المركز الثاني، بركان مع ابن غدير، هنا الفلاحي مع المقدمة ومع أسمر، الفلاحي مع أسمر، وهنا ابن غدير مع بركان على المركز الثاني. بركان وأسمر، أسمر مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط مع الناموس. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا تهانينا مشاهدينا الكرام لمالك أسمر عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي على انتزاع لناموس هذا الشوط وانتقاله إلى مقدمته أيضا وانتزاع لهذه النقطة. المركز الثاني يصل بركان سالم بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث يصل نايف عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع يصل في المركز الرابع الشارد عتيق بن فران بن قريع المري. المركز الخامس يصل في المركز الخامس مشاهدينا الكرام براق لمحمد بن سعيد الدهن المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول لحظة وصول أسمر عند انتزاع لناموس هذا الشوط قاطعا مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 44 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أسمر عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي على انتزاعه في أول المراكز في أول أشواط القعدان في هذه الفترة الصباحية. المركز الثاني يصل بركان 7 دقائق 46 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك بركان سالم بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثالث فيصل نايف 7 دقائق 47 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نايف عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين أيها الإخوة الأفاضل. التواصل يستمر ومع أحد الزملاء المعلقين.